بالعام الجديد يعني انه نخلص من هالأزمة اول شغلي، وان شاء الله تتحقق امان الناس كلياتها. بتمنى له النصر من كل قلبي، وللوطن رايته مرفوعة ان شاء الله على طول. كل عام وانتم بخير، وشعبنا وجيشنا اللي هو شرف هذه البلد بكون بخير وصحة وسلامة، واهم امني يعمها السلام والخير ويرجع الوئام لهذه البلد وترجع الوئام والمحبة بين الناس ويعم المحبة. بس نتمنى بنهاية 2016 تنتهي الأزمة على بلدنا، والله يرحم شهدائنا وشفاء لجرحانا. أول شغلي بمناسبة العيد بنترحم على أرواح الشهداء جميعا، ونتمنى كل عسكري عم يدافع عنا وعن عرضنا وعن أهلنا يرجع لبيته سالم غانم بإذن الله. الله يعم الخير على البلد وعلى الناس وعلينا. سنة حلوة على الكل يا رب. تكون السنة الجديدة سنة خير إن شاء الله على العالم كله وعلى سوريا خاصة. تمنياتي يعم الأمن والسلام، لأنه نعمتان لا يدركهما المرء، سلام في الأوطان وسلامة في الأبدان. فهو أهم شيء الأمن والأمان والسلام، وتعود البسم والمحبة بين الناس. الله ينصر الشعب السوري والجيش السوري، والله يرجع كل واحد مفقود لأهله. كل سنة وانتم سالمين جميعا وقائد الوطن بخير.